بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل ان شاء الله اللبنة الكريمية. عندنا 6 كوبايات زبادي من الزبادي المعمول في البيت، والطريقة بتاعته هتلاقوا الرابط بتاعها موجود في اول تعليق تحت الفيديو. ومش شرط 6 كوبايات، ممكن طبعا اي كمية. وهنحط الزبادي في مصفى تكون فتحاتها ضيقة، كل كوباية زبادي هنحطها في المصفى هنضيف عليها رشة ملح صغيرة. وطبعا زي ما شايفين الزبادي قوامه تقيل، عشان كده حطيته في المصفى على طول من غير قطعة قماش او شاش. انما لو هنستخدم زبادي جاهز او زبادي قوامه خفيف عن ده، لازم نستخدم قطعة قماش او شاش. وبعد ما بنضيف كل الزبادي بنضيف رشة ملح اخيرة من فوق، رشة ملح خفيفة جدا. وهنحرك الزبادي خفيف بالشكل ده، وهنغطيه وهندخله التلاجة لمدة 3 أو 4 ساعات. وبعد ال4 ساعات بتكون اللبنة خلاص اتمسكت معانا واتكونت، وبتكون نزلت المياه الزيادة اللي فيها. بعد كده هنجمعها بأيدينا بالراحة، وهنعصرها خفيف عشان ننزل أي مياه زيادة. بعد كده هنحط اللبنة في بولة ونقلب كويس، وممكن نضيف لها رشة ملح صغيرة لو كانت محتاجة ملح زيادة عشان الطعم، ونقلب وبنقلبها كويس لحد ما تبقى معانا زي الكريمة بالشكل ده. بعد كده هنضيف، ودي إضافة اختيارية، معلقة كبيرة زبدة دايبة، ونقلب كويس. وخلاص كده اللبنة جاهزة معانا، ممكن نقدمها مع رشة زيت زيتون. ولو مش هنستخدمها على طول هنحفظها عادي في التلاجة، وهتفضل معانا من أسبوع ل10 أيام، بس المهم طبعا تكون في حاجة محكمة الغلق. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم جدا.